مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. حذر المستشار النمساوي كارل نيهاما من اللعب في ضوء الجدل حول حظر النفط والغاز من روسيا بسبب حرب أوكرانيا، قائلا أن كل من لا يحتاج للغاز الروسي يمكنه أن يطالب بفرض عقوبات، لكن لا تستطيع دول مثل النمسا التي تعتمد عليه أن تفعل ذلك. لذا فإن هناك حاجة لإبداع العديد من الأفكار من أجل العقوبات، وأنه يوجد استعداد للخروج من هذه التبعية، لكن ذلك يستغرق وقتاً وخطة استراتيجية أوروبية منظمة ولا مشاعر مفرطة تعرض أمن الطاقة لدينا للخطر، مشدداً أنه بصفته مستشار الدولة اهتمامه الأول هو تمتع النمسا بأمن الطاقة. قررت النمسا أمس الخميس في المجلس الوطني إنشاء احتياطي غاز استراتيجي بتكلفة حوالي 1.5 مليار يورو، والذي يجب أن يكون متاحاً بحلول الأول من نوفمبر العام الجاري، ليتوافق مع كمية الغاز المستهلكة في يناير والذي كان 12.6 تيراوات بالساعة هذا العام. وستكون إحدى الشركات التابعة لمدير منطقة التوزيع مسؤولة عن شراء الغاز، والذي يتعين عليها إجراء مناقصة عامة، وستتم تغطية التكاليف من قبل الصناديق الفيدرالية، ويهدف القرار إلى الحفاظ على أمن إمداد الغاز في النمسا في حالة الانقطاع الكامل للإمدادات من روسيا. وستكون وزارة البيئة والطاقة مسؤولة عن تحرير احتياطي الغاز الاستراتيجي إذا لزم الأمر. بسبب الفقر والغلاء المتزايد، يستمر عدد عملاء الأسواق الاجتماعية في فيينا في الارتفاع، لأن خدمة استشارات الديون تسجل حوالي 550 شخصاً جديداً شهرياً، وتفترض جودغون شتاينمان من استشارات الديون تسجيل المزيد في الأشهر المقبلة، ويجعل ذلك لحقيقة أن التأجيلات ودعم الدولة ستنتهي. كما تقدم خدمة استشارات الديون نصائح مجانية حول ميزانية الأفراد، حيث تتم مناقشة الدخل والمصروفات، وما إذا كان يوجد فرصة لزيادة الدخل أو تقليل النفقات أو إمكانية تعليق التأمين أو مقارنة أسعار المواد الغذائية والأثاث والأجهزة الكهربائية. ووفقا لشتاينمان، فيعد نوع الدفع مشكلة أيضا، حيث أن الدفع الكاش يضع حدا للمصاريف الزائدة. أعلن مكتب المدعي العام في فيينا استلام المتهم الرابع بقتل الطفلة ليوني في يونيو 2021 من بريطانيا يوم الأربعاء، وقال محامو أسرة الفقيدة أن تأخير الاستلام كان عبئاً غير معقول على الأسرة، وبتسليم المجرمين يمكن أن تكتمل نتائج التحقيق بسرعة أكبر ليتم توجيه التهم في القريب العاجل. ويذكر أن الشاب قد فر إلى بريطانيا بعد اشتراكه مع ثلاثة شباب آخرين في قتل الطفلة البالغة من عمر 13 عاماً وإلقاء جثتها بجانب شجرة على الطريق في الحي 22 في فيينا. وقد قبض على المتهم الرابع في أحد فنادق لندن نهاية يوليو العام الماضي، وظل محتجزاً منذ ذلك الحين. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة السادسة في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.